الراديو 90-90 هواها مصر. سامبو ده اسم قرية مصرية في محافظة الغربية. القرية دي كان فيها واحد من أعيانها اسمه موسى، عنده بيت الناس بيتقابلوا فيه يتكلموا في أحوال البلاد والعباد ويستفيدوا من عقلية الراجل اللي كان مشهود لها بالكفاءة والاتزان. يوم 3 مارس 1917، يعني من 100 سنة، ربنا رزق موسى ببنت فسماها سميرة، سميرة موسى. ومن لحظة ما جت الدنيا وقالت واء 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 بدأ الترتيبات إنها تتعلم. أو والله زي ما بقولك كده 1917، من 100 سنة في دلتا مصر كان في ناس فاهمة قيمة التعليم عموما وتعليم البنات خصوصا. والتعليم مش يعني تاخد ورقة مكتوب فيها إنها شهادة جامعية، التعليم يعني العلم، العلم يا أخوانا العلم. ترتيبات تعليم البنت ما كانتش سهلة في الزمن ده خالص، ما كانش في مدارس لا في قرية سامبو ولا في محافظة الغربية، ويمكن يعني كمان في الدلتا كلها. المدارس كانت هناك في مصر المحروسة، قاهرة المعز، وكان مستحيل البنت تروح المدرسة من غير ما تروح تعيش حياتها كلها هناك في مصر المحروسة قاهرة المعز. فكر الأب اللي كان مصمم على تحقيق حلم، اللي كان بيعتبره حلم للبلد كلها، فقرر يغير حياته وحياة أسرته كلها. راح نازل مصر واختار الإقامة في حي الحسين العريق ورتب أحواله بحيث يبقى له مصدر دخل كريم يصرف منه على عيلته. ودى البنت مدرسة قصر الشوق، ولما نجحت بتفوق دخلها المدرسة الثانوي. دخول البنت مدرسة ثانوية في الوقت ده كان حادث، ولو كانت اكتفت بالتعليم كانت هي وأبوها هيبقوا من الأبطال، بس هي قررت تكمل لحد النهاية، والنهاية في العلم عمرها ما بتيجي في حياة الإنسان. زي ما بقولك كده، دخلت مدرسة بنات الأشراف الثانوية، ومن أول لحظة ظهر نبوغها في العلوم والرياضيات، لدرجة إنها عادت صياغة كتاب المدرسة في الجبر وطبعته على حساب والدها الشخصي ووزعته على زميلاتها في المدرسة. نبوية موسى الرائدة النسائية المعروفة كانت هي نظرة المدرسة، وهي اللي أسست المدرسة. لما شافت عبقرية البنت قررت تشتري لها معمل مخصوص على نفقة المدرسة تعمل فيه التجارب بتاعتها، وده بقى لما المنظومة كلها تهتم بالمتفوقين وتدفعهم لقدام والفوق. احنا فين؟ احنا لسه في بدايات القرن. طبعا سميرة موسى كانت اول دفعتها في التوجيهية، ومع انها كانت تقدر تدرس الهندسة مستريح او كبنت يعني تدرس الاداب مثلا وتخلص، قررت تدخل كلية العلوم. وفي الكلية بقى اتعلمت على ايد العالم المصري الكبير علي مصطفى مشرفة وتأثرت بيه، وقررت انها تكمل مسيرته في علوم الذرة. طلعت سميرة الأولى على دفعتها، وتعينت مدرسة في الجامعة، وحضرت الماجستير، وسافرت بريطانيا تحضر الدكتوراه، وأنجزتها في أقل من سنة ونص، وبقت واحدة من علماء الذرة المعدودين في العالم كله. بعدها سافرت أمريكا، وهناك قابلت وجه رب كريم وهي لسه في عز شبابها 35 سنة. عمرها كان 35 سنة. الحادثة اللي توفت فيها سميرة اتكتب عنها كتير، وتقال انها مقصودة ومدبرة، وفي غموض كبير في الموضوع. مش عايزة اكون سبب في الغم ولا اقلب المواجع، خلينا في قصة البنت المصرية العادية اللي لما كلنا بنقف وراها بنقدر نطلع منها امكانياتها. الامكانيات دي جبارة ملهاش حدود، احنا عقليا وعلميا مش اقل من اي حد، ونقدر نكون في اعلى مكانة، محتاجين بس نصدق اننا نقدر، واحنا نقدر وحنكون. اه والله العظيم حنكون. اما عن حادث مقتل سميرة موسى فده له حلقة تانية بقى بعد